اكتبي العدد الترتيبي لما تحته خط. الشاليمو ده العدد الترتيبي بتاعه ايه؟ الثاني. شاطرة، برافو عليك. اكتبي لو مش طايله اكتبي تحت عادي وانا هنقلها. برافو عليك يا يمنى. ما هو العدد الترتيبي للوردة البيضاء التي تحتها خط يا ليلى؟ السادس. طيب عدي كده نتأكد. الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. برافو عليك، اكتبي السادس يا ليلى. برافو عليك. لينا، ايه العدد الترتيبي للسيارة البنفسجي؟ الثالث. طيب عديهم كده. لا انا عايزه البنفسجي اللي تحتها خط. الثالث. الثالث، برافو عليكي، اكتبي بقى الثالث. برافو عليكي يا لينا، شكرا. سجدة، ما هو العدد الترتيبي للسحابة البيضاء؟ الأول. الأول، برافو عليكي، اتفضلي اكتبيها. برافو عليكي. سارة، اكتبي العدد التالي للعدد 65. أحسنتي، برافو. اكتبي العدد التالي للعدد 19 يا شمس. برافو عليك يا شمس. ما هو العدد التالي للعدد 86 يا مريم؟ لا يا مريم، 86 بعدها ايه؟ برافو عليك، احسنتي. ما هو العدد التالي للرقم 4؟ خمسة. شكرا. معي اكتبي العدد السابق للعدد 42. برافو عليك. ما هو العدد السابق للعدد 64 يا نمار؟ لو مش حطولي اكتبي تحت يا نمار عادي. احسنت يا نمار، برافو. ما هو العدد السابق للعدد 87 يا سجا؟ 86. برافو عليك. احسنت. ما هو العدد السابق للعدد 83 يا هاجر؟ برافو عليك. نلعب يا ياسمينة لعبة من انا. بيقولك عدد أحادي سبعة وعشراتي ستة، فمن أكون يا ياسمينة؟ برافو عليكي، اكتبيها. أحسنتي. هنكمل لعبة من أنا يا هنا. بيقولك عدد عشراتي تسعة، فمن أكون؟ العدد ده إيه يا هنا؟ برافو عليكي، أحسنتي. يلا نكمل اللعبة معاكي يا مريم. بيقول لي عدد عشراتي لثلاثة وأحادي اتنين، فمن أكون؟ بص لها كده، عشراتي هي اللي ثلاثة وأحادي اتنين. برافو عليكي، برافو، أحسنتي. تبيها تحت على النقط يا مريم.